السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. يمكن ظاهرة غريبة بدأت تنتشر بين جموع الشعب المصري. شفنا أول امبارح الإعلامية اللذيذة المتمكنة بسمة وهبة، وهي طالعة بتقدم لنا مقدمة نارية، قصدي مقدمة عبرية، رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهيوني باللغة العبرية الحصيفة. وطبعا الناس كتيرة تداولت الموضوع، وحتى الناس ما كانوش واخدين بالهم ان هي بتتكلم عبري، فكانوا فاكرين ان هي ملبوسة او يعني ايه مس من عمل الشيطان. لكن اللي حصل ان هي كانت فعلا بتوجه رسالة قوية شديدة اللهجة للكيان الصهيوني بلغتهم. الامر بقى ما وصلش او ما وقفش هنا عن يعني عن الموضوع دوت، ان الدنيا كلها بدأت تتداول الفيديو بسخرية وبتريقة، لكن الموضوع وصل بعيد عنكم لوزارة الاوقاف. لما وزير الاوقاف النبطشي مختار جمعة كتب تويتة بيرد فيها برضو، بينصح فيها الإسرائيليين وكده إن هم يحقنوا الدماء. يعني برضو الغريبة بقى يعني إيه يحقنوا الدماء ويخلوا عندهم دم وحاجات زي كده، اللي هو نزل فيهم بصراحة ما خدلهمش بس بالعبري. أنا مش فاهم هو ليه كاتب الرسالة بالعبري أو التويتة بالعبري، يعني مش فاهم. وليه يعني السيدة بسمة وهبة بتطلع تتكلم بالعبري، تعمل المقدمة بالعبري؟ ما تطلعوا اتكلموا عادي يا جماعة وخلاص تمام وزي الفل، ورسائلكم هتوصل عادي يعني، ولا هي رسائل ما بتوصلش إلا بالعبري ولا إيه؟ مش فاهم. إذا كان هم أصلا بيجيبوا ناس تتكلم بلسان عربي علشان خاطر يوصلوا لنا، إحنا بقى هنتكلم عبري عشان نوصل لهم؟ مش فاهم. ويبدو كده والله أعلم إن الشيخ مختار جمعة هيعمم خطبة الجمعة الجاية تبقى بالعبري، شكلها كده بقى، ما هي بتبدأ من عنده. هنشوف، خلينا نشوف الأيام اللي جاية هنروح لحد فين. سلام.